حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة القاضي عيسى سامي المناعي، وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا بك سعادة القاضي في نشرة الأخبار، ونشكرك على قبول الدعوة. ماذا تعكس مؤشرات أداء التنفيذ لعام 2022؟ نشكركم على الدعوة وإتاحة الفرصة واهتمامكم بالمواضيع العامة. تعتمد الوزارة عدد من المؤشرات لقياس فاعلية ومستوى الأداء الإداري والأعمال المساندة فيما يتعلق بتطبيق قانون التنفيذ للمواد المدنية والتجارية لضمان التطبيق الفعال للقانون الجديد، وأن المؤشرات تتطور إيجابيا حسب معطيات الواقع، وهذا يشير إلى فاعلية الإجراءات التنفيذية المتخذة عبر المسارات المستحدثة للمنفذ ضدها من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية. والغاية اللي نسعى لها هي تسريع تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية استمرارا لتحقيق أهداف برنامج الحكومة ومبادرات الوصول إلى العدالة. نعم سعادة القاضي، لو تطلعنا أكثر على المبالغ المصروفة ومدى انعكاسها أيضا على المستفيدين. طبعا بموجب ملفات التنفيذ والإجراءات المتخذة في الملفات الجارية خلال العام 2022 تم استحصال أكثر من 100 مليون دينار، صرف منها أكثر من 88 مليون دينار في نفس العام لصالح 146 ألف مستفيد. سعادة القاضي، ماذا عن باقي المبالغ المستحصلة؟ هل جاري صرفها أيضا؟ بالتأكيد، فإن الوزارة مستمرة في إجراءات الصرف وتطوير الإجراءات والخدمات المرتبطة بالتنفيذ، وبهذه المناسبة ندعو المنفذ لهم إلى ضرورة تحديث بيانات حساباتهم البنكية من أجل تسريع عملية استلام أموالهم التي يتم استحصالها بموجب ملفات التنفيذ عن طريق اتباع الخطوات المبينة في استمارة التحويلات البنكية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. ونأكد على أن المنفذ لهم استكمال إجراءات التنفيذ عبر الاستعانة بالمنفذين الخاصين في الملفات التي صدرت فيها قرارات بالحث على أموالهم، بما يسهم في تعزيز مؤشرات التطبيق الفعال للقانون خلال المرحلة القادمة بإذن الله. نعم سعادة القاضي عيسى سامي المناعي، وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.